السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس السادس. في هذا الدرس سوف نتحدث عن السكيل. السكيل مختلف بعض الشيء عن الروتيت، لأن في سكيل في 1D و2D و3D. أولا خلينا نتحدث عن ال 1D ونغير اللاين تكون continuous. أولا سكيل، فهنا بيذكر هنا سكيل 1D، والأوريجين بوينت هتكون السنتر. السكيل فاكتور وليكن هيكون 0.5. سكيل دايركشن فاذا اصبح 0.5 هذا الاتجاه. خلينا نذكر سكيل 1 دي اوريجين بوينت في وليكن السنتر، سكيل فاكتور 3 الدايركشن هيكون في هذا الاتجاه. السكيل 2 دي سكيل 2 دي اوريجين بوينت السنتر، سكيل فاكتور 2. ده كده سكيل 2 دي وسكيل 1 دي. السكيل 3 دي فقط سكيل الاوريجين بوينت، ممكن نختار السنتر، السكيل فاكتور وليكن 2. فإذا أصبح عندنا هنا السكيل في جميع الاتجاهات في الـ X والـ Y والـ Z هو سكيل 2. الأوريجين بوينت في السنتر بوينت 2. دي وسط شديدة كانت عبارة عن السكيل. أيضا ما ننساش أن ممكن التحريك السكيل في الواي فقط 1.5، السكيل في الاكس 1.7، السكيل في الزي 0.2. اتمنى يكون هذا درس مفيد، والى اللقاء في الدرس السابع.